أولى جلسات محاكمة دوما وماهر وعادل في أحداث محكمة عابدين. اشتباكات بين طالبات الأزهر وأمن الجامعة وطلاب يعتصمون بكلية الهندسة بجامعة القاهرة احتجاجا على مقتل زميلهم. مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزورون اليوم مفاعل أراك الإيراني تنفيذا لاتفاق جنيف بين طهران والقوى الكبرى. عشر ظهرا هنا في القاهرة، العاشرة بتوقيت جرينتش، موعد نشرة إخبارية شاملة تأتيكم من النيل، والبداية بالشأن المحلي مع إيمان منصور. شكرا نيرمين. تبدأ اليوم محكمة جناح عابدين المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار أمير عاصم أولى جلسات محاكمة أحمد ماهر مؤسس حركة 6 إبريل وناشط أحمد دوما ومحمد عادل، وذلك في قضية اتهامهم بالتعدي بالضرب على مجندي الأمن المركزي المكلفين بتأمين محكمة عابدين ما أدى إلى إصابة 6 منهم، إضافة إلى تنظيم مظاهرة بدون ترخيص أثناء التحقيق مع أحمد ماهر بنيابة قصر النيل لاتهامه في أحداث مجلس الشورى. يشار إلى أن دوما وماهر محتجزان على ذمة القضية بينما ما زال محمد عادل هاربا. وللمتابعة معي عبر الهاتف من معهد أمناء الشرطة مراسل النيل منذر أبو دوح. منذر، كيف تسير الجلسة حتى الآن؟ منذر، فقدنا الاتصال مع منذر أبو دوح. نواصل معكم عرض الأنباء. وصل عدد من سيارات الأمن المركزية لمنطقة شارع النصر بجوار البوابة الرئيسية لجامعة الأزهر إثر تظاهر عدد من الطالبات المنتميات لتنظيم الإخوان. يأتي هذا فيما وقعت اشتباكات بين أفراد أمن جامعة الأزهر وعدد من الطالبات أمام الجامعة، وذلك بعد أن أغلقت الطالبات أبواب الجامعة ومنعنا دخول الطلبة والموظفين لأداء أعمالهم. كما قامت الطالبات بالتعدي على كشك الأمن بالرشق بالحجارة ما أدى لاشتباك الأمن معهم، وحاول بعض الطلاب والموظفين دخول عبر تسلق سور الجامعة. ومشاهدينا الكرام، نعود بكم إلى محاكمة أحمد دوما ومحمد عادل وأحمد ماهر والتي تبدأ أولى جلساتها اليوم، ومعنا من هناك منذر أبو دوح. منذر، هل بدأت بالفعل وقائع أولى جلسات محاكمة الناشطين السياسيين؟ طيب، انقطع الاتصال مع منذر أبو دوح. ومعنا من أمام جامعة الأزهر محمد أبو حمد مراسل النيل لمتابعة تظاهرات طالبات الإخوان أمام الجامعة. محمد، ما الجديد لديك بشأن يعني تظاهرات اليوم، وهل وقعت اشتباكات بالفعل بين أفراد أمن جامعة الأزهر وعدد من الطالبات المتظاهرات؟ مرمين، لمنت نصيبا من هذا العنف اليوم. طلبت جامعة الأزهر اليوم منعوني من تصوير التظاهرة التي وصلت بالفعل إلى مقر المبنى الإداري للجامعة، مبنى رئاسة الجامعة، وبالفعل منعوني من التصوير. يعني الطلبات هنا من قمنا بمنعك من لا، مجموعة من الطلاب المنتمين إلى التيار الإسلامي. الطلبات كنا تظاهرنا أمام المقر الرئيسي لرئاسة الجامعة، والطلاب كانوا يقفون على مسافة قريبة منهم، وبالفعل أجبروني على التوقف عن التصوير. توقفت عن التصوير، وبعد ذلك فوجئت عشرات منهم يتوجهون صوبي ويطالبونني باخراج اثبات الشخصيه عندما علموا
أنني أعمل مراسلا للأخبار بدأوا في المناوشات معي وأمسك بعضهم بي وكادوا يفتكون بي وأخذوا مني حافظتي الشخصية وأخذوا مني الهاتف المحمول ومسحوا كافة الصور الموجودة حتى الصور الشخصية على الهاتف وهتفوا جميعا ضد الإعلام الرسمي وكادوا يفتكون بي لولا بعض العقلاء الذين تدخلوا ومنعوهم من أن يوجهوا إلي بعض الضربات. بالفعل أصبت إصابة بسيطة في يدي اليسرى وبعد ذلك أجبروني على الخروج من الحرم الجامعي. العنف الآن في جامعة الأزهر ضد الإعلاميين وضد الصحفيين عنف غير مبرر وغير منطقي تماما. عرفتهم على هويتي في البداية وقلت لهم هذا أنا أمارس عملي أنتم تتظاهرون ماذا يخيفكم من أن نصور هذه التظاهرة؟ هل تتظاهرون داخل الغرف مغلقة أم أنكم تتظاهرون في الحرم الجامعي؟ ومن حقي أن أنقل الصورة كاملة وإن كنتم أصحاب بحق فلماذا تعتدون علي وتعتدون على زملائي الصحفيين والإعلاميين؟ لم يجدوا ما يردون به وقالوا يجب أن تخرج من الحرم الجامعي أنتم تنقلون صورة كاذبة. قلت لهم يجب أن تتركوا الفرصة لكل من يريد أن يمارس عمله وبعد ذلك أحكمه ولا تصادروا هذا ممارسة أي صحفي لعمله. وبعد ذلك فوجئت أنهم يسمحون لبعض الإعلاميين الذين ينقلون الصورة لقناة الجزيرة قالوا نحن أحد من تحدثت معهم قالوا نحن لا نسمح نقل الصورة إلا لبعض الإعلاميين المحاضرين. طبعا لم يذكروا قناة الجزيرة ولكن قناة الجزيرة تنقل هذه الصورة مباشرة. نعم وضحت هذه الفكرة محمد. طب ماذا عن التواجد الأمني داخل الحرم الجامعي؟ أمن الجامعة الأمن الإداري متواجد داخل الجامعة داخل الحرم الجامعي داخل الحرم الجامعي ولكن القوات الأمن المركزي تتمركز خارج الحرم الجامعي والتي بدأت اشتباكات في البلدان. ولكن كان في الصباح بعض الطالبات التي يسكنها مدينة الطالبات الجامعية قطعنا طريق شارع الطيران وبالفعل تعطلت حركة الجيش في شارع الطيران وبعد ذلك توجهنا إلى داخل الحرم الجامعي حيث استقرت مسيرتهن في أمام المبنى الإداري للجامعة. هل تسير الدراسة داخل جامعة الأزهر بشكل منتظم بالرغم من هذه التظاهرات؟ بالفعل قبل أن أتوجه إلى المبنى الإداري للجامعة تجولت في بعض الكليات كلية التجارة وبعض الكليات الأخرى وبالفعل وجدت أن الدراسة تسير بشكل طبيعي لكن المنتمين إلى التيار الإسلامي هم الذين يحاولون تعطيل الدراسة داخل الحرم الجامعي ويحاولون دخول مدرجات الجامعة ليمنعون الطلاب من متابعة الدراسة ولكن الدراسة بالفعل تسير بشكل طبيعي ولكن المنتمين إلى التيار الإسلامي هم الذين يتظاهرون الآن داخل الحرم الجامعي في جامعة الأزهر. نعم محمد أبو محمد من أمام جامعة الأزهر شكرا جزيلا لك. في الوقت نفسه توافد العشرات من الطلاب على كلية الهندسة جامعة القاهرة للمشاركة في الاعتصام المفتوح المقام منذ أمس بساحة الكلية للتنديد بمقتل طالب الهندسة محمد رضا وللمطالبة بالإفراج عن الطلاب المقبوض عليهم. ومن جانبها أكد دكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة أنه لا تهاون في استكمال الدراسة بالكلية مؤكدا على انتظام الدراسة بالكليات بشكل طبيعي. معي عبر الهاتف من أمام جامعة القاهرة مراسل النيل علاء رشوان. علاء الوضع لديك وأعداد الطلاب المعتصمين حتى الآن داخل ساحة الكلية. زميلتي إيمان أود بالبدء البداية بأخبار أو أنباء مسيرة إخوانية تابعة لطلاب الإخوان المسلمين داخل الحرم الجامعي جامعة القاهرة تحديدا المئات يشاركون في مسيرة انطلاقة بمحمد الساعة صفق أرجاء الجامعة مرددين هتافات شداد كانت إجراء لمقتل طالب الهندسة محمد رضا والمطالبة بمحاكمة ممثلين قتلت
الطالب سرعان ما تحولت هذه الشعارات الى شعارات تنادي بعوده ما اسمه بالشرعيه وعوده الرئيس المعزول ومهاجمه الجيش والشرطه. هذه المسيره علاقه بالاعتصام داخل زملاء محمد رضا الذين اختاروا الاعتصام داخل ساحه الكليه. هذا ما كنت وانا اتحدث عنه في الجهه المقابله من الحرم الجامعي تحديدا امام كليه الهندسه وداخل حرم كليه الهندسه منذ ظهر دخل العشرات من طلاب الكليه في اعتصام قالوا انه مفتوح حتى تحقيق مطالبهم. وكان كنا قد يعني اشرنا في خدمه اخباريه سابقه عن اجتماع الدكتور جابر المختار رئيس جامعه القاهره مساء امس مع بعض المعتصمين، ولكن يبدو ان محاولات الدكتور جابر اختيارهم عن مواصله الاعتصام قد فشلت واخرجه امن الاداري لكليه الهندسه من الباب الخلفي بعد حدوث مخدات من طلبه الكليه. بالنسبه للاوضاع ثلاث اعداد القوات الامنيه المتمركزه بالقرب من ميدان النهضه كما هي زيادة عن هذه القوات. أشكرك جزيلا من أمام جامعة القاهرة علاء رشوان مراسل النيل. ومشاهدينا نبقى معكم على المتابعة ونتواصل بالصوت والصورة الآن مع مراسلنا منذر أبو دوح لمتابعة سير جلسة محاكمة الناشطين السياسيين أحمد ماهر أحمد دومة ومحمد عادل. منذر، أولا أجواء الجلسة وهل هناك من فعاليات للمتضامنين مع النشطاء في الخارج؟ بالفعل إلى الآن لم تبدأ جلسة محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة وكذلك أحمد ماهر مؤسس حركة 6 من إبريل، وذلك لإنعقادها في معهد أمناء الشرطة وذلك لدواعي أمنية. إلى الآن لم يأتي قاضي التحقيقات السيد أمير عاصم رئيس محكمة جنح عابدين إلى مقر المحاكمة التي تنعقد في معهد أمناء الشرطة في الدرة. الأجواء هنا الآن لا يوجد أي من المتضامنين الذين تابعناهم في المحاكمات الماضية أمام محكمة عابدين، يتواجد تواجد إعلامي مكثف من قبل زملاء الإعلاميين، لكن لا يوجد أي من النشطاء السياسيين أو المتضامنين دائما نراهم في هذه المحاكمات. إلى الآن لم تبدأ هذه المحاكمة والتي تعتبر أولى الجلسات، وذلك بتهمة خرق قانون التظاهر والتعدي على جنود الأمن المركزي أثناء التحقيقات مع أحمد ماهر منذ حوالي أسبوع تقريبا في نيابة قصر النيل بخصوص قانون التظاهر. نعم منذر، لكن عدم وجود أي من الفعاليات المعتادة من قبل المتضامنين معهم، هل أثرت على الوجود الأمني في الخارج أم هو ما زال على كتفاته المعتادة في جلسة مثل هذه؟ بالفعل هي على كثافتها المعتادة، أعداد كبيرة من قوات الأمن المركزي وكذلك من قوات الجيش تقوم بتأمين هذه المنطقة تحسبا لحدوث أي شغب من قبل أي من كان سيتظاهر، وكذلك هناك بعض الشوارع الجنبية تم إغلاقها وتأمين كامل من قبل قوات الداخلية لهذه المحاكمة. نعم منذر، هل لديك معلومات حول ما إذا كان أحمد ماهر وأحمد دومة موجودون أو سيكونون موجودون أثناء الجلسة داخل قفص الاتهام؟ وفقا لما تابعناه مع قوات الامن سيحضرون من مكان الذي تم الاحتجاز او التحافظ عليه من قبل قوات الداخليه اثناء لعرضهم على المحاكمه اليوم. منهم من يقول انهم داخل سجن الدره وسيتم اخراجهم حين قدوم قاضي التحقيق لبدء جلسات اولى هذه جلسات المحاكمه. نعم يعني غير واضح حتى الان. طيب توقعات فيما يتعلق بسياق هذه الجلسه والحضور من الدفاع عن المتهمين؟ بطبيعة
بطبيعة الحال هي أولى الجلسات الإجرائية، سيتم الاستماع لأقوال المتهمين وكذلك أقوال الدفاع المحامين الذين قدموا للدفاع عن المتهمين. هي جلسات إجرائية للاستماع، وسيتم تحديد من قبل قاضي التحقيق ما إذا كان ستستمر عملية التحقيق من قاضي جناح عابدين، إذا كان سيستمر إما إخلاء سبيلهم أو إما التحافظ عليهم إلى استمرار في عملية